بكر انتظر المساوي الظهير الايسر مرر والمهدي وبيل للسدر بيمنى. هنا مره جانبيه المحاوله الاولى لفريق النهضه البركانية، ولكن في اصل الهجمه كانت هجمه معاكسه، وهذا ما قلت مشاهدي الكرام، لان اورلاندو بايرتس وانا شخصيا علقت على فريق اورلاندو في اكثر من مباراه، فريق في بعض الاحيان ينسى الواجبات الدفاعيه، يصعد بالكثافه عدديه، يهاجم بزياده.